أعلن المذيع ممدوح موسى وفاة والد المنتجة شاهناز العقاد يوم الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري. وكتب موسى عبر حسابه على موقع فيسبوك: بخالص الحزن والأسى ننعي والد الصديقة المنتجة شاهناز العقاد وللأسرة خالص العزاء. يذكر أن آخر أعمال المنتجة شاهناز العقاد فيلم ريش الذي فاز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي. فيلم ريش هو أول أفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جوليت لوبوتر وبير مناهيم، وفيلم كلينيك والمنتج محمد حفظي.